جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. تم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، دعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم، على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.